احنا قلنا يونت 1 اللي درست دي انا بدات اتكلم يبقى تحط معايا يونت 2 بتاع مسمين. يونت 1 كان اسمه ستينج هيلت، يعني البقاء بصحه جيده، البقاء بصحه جيده. طيب يونت 2 اللي احنا بدات الحصه اللي فاتت والناس اللي جايه تغير تاخد بالها بقى من الكلمات الجديده. ايتنج اراوند ذا وورلد. بتكلم عن ميلز على الوجبات، وفي وجبات كده يعني وجبات ايه؟ وجبات يعني ممكن اقول سبيشال يعني خاصة، وفي وجبات تراديشنال يعني ايه؟ خلاص؟ طيب هنشوف أول حاجة تريننج. قول ان اولد فاشن ثانكس جيفنج. كلمة ثانكس جيفنج لو بصيت لواحد مش معايا في أول حصة هيقف الساعة ونص ده من الوقت ده. كله سامعني؟ بصيت لك بتبص لزميلك او ما انتش معايا عليك مش معايا هنا ودانك مش معايا هوقفك الحصه. يعني ايه ثانكس جيفنج؟ عيد الشكر. اولد فاشن يعني موضه ايه؟ قديم. شايفها بيتكون من ايه؟ من اولد مع كلمه ايه؟ فاشن. ها عكسها بقى؟ مودرن. عكسها ايه؟ بس مش عاوز عكسها، انا عاوز كلمه بتسويها. كلمه اسمها اوت ديتد. موضة قديمة أو أوت أوف ديت، حاجة كده عفى عليها الزمن، مضى عليها الزمن، هيبقى عكسها مودرن يعني حديث. فلما يقول لك أن أولد فاشن ثانكس جيفنج يعني بقى يعني عيد شكر موضة قديمة، يعني بنتكلم على بريزنت مضارع فيوتشر مستقبل ولا باست؟ هبتدي أشرحه لك بقى. هما ليه بقى احتفلوا في امريكا ثانكس جيفنج؟ هيجيب لك الايفنت يعني الحدث اللي خدوا منه الاحتفال ده، هشرحه لك هنا. بقول ان اولد فاشن ثانكس جيفنج. ان سبتمبر 1620 في التاريخ ده الشيب كولد سفينه يعني ايه كولد؟ تسمى كانت تسمى اصلها ويتش واز كولد كانت ايه بقى؟ تسمى ايه اللي عمله بقى؟ شال لنا ايه؟ ويتش معايا في ريدنج كتير وشال ايه كمان؟ باص وابقى بس على كلمه ايه بقى؟ اندل مقدارك يا حبيبي. الدرس خمس دقائق مش 10 دقائق. وانت جاي بشعرك زي ما هو؟ عندك فرح؟ هو الفرح ما يتمش الا بالشعر ده؟ بيجيب اشاره ولا ايه يعني ولا لا بجد يعني اللي دخل الجيب ده. بص يا اخوانا انا عندي مكان فوق اقسم بالله انا على استعداد الساعه ونص تبقى احلام. هتفكر جره كده وجره كده واسيبك بقى بدل موضه مش احنا بنحلق حاجات خزعبلات كده بلاش لازمه ناخد واحده كده واحده كده ونطلع عادي مش فيها مشكله وخليك انت برضه بالطاقه اللي انت بتسالي دي. لو مش عارف عامل زي الطاقه دلوقتي خليه براحتك براحتكم. انا قلت مره واثنين وثلاثه والناس جايه زي ما هي براحتكم برضه. يبقى لما قلت سفينه كانت تسمى كانت خدناها ايه؟ كول. بس هي في الاصل ويتش واز كول. شلنا الرابط وشلنا ايه؟ واز. وخدت التصريف الثالث ده عمل ادجكتيف يعني ايه؟ هقول لك بقى هم احتفلوا في امريكا بعيد الشكر العيدين ده بيجيبك ده الايفنت يعني ايفنت الحدث. ايه اللي حصل؟ في التاريخ ده هشيب كول ذا مايور فلاور اسمها مين ايه؟ فلاور ارايفد ان نورث امريكا وصلت ايه؟ نورث امريكا ارايفد معايا حرف غرب لما هو يصل الى كم فعل؟ رجع معايا بقى ارايفد مين واحد ها؟ ان تو ايه؟ هل ممكن ارايفد تيجي فعل لازم؟ لازم على كل حاجه يس هي بتيجي فعل ايه؟ لازم ولكن جيت وريتش لازم ياخدوا وراهم ايه بليس. هل كلمه ريتش لها معنى تاني؟ ريتش جول يصل لهدف يصل ليه؟ يحقق هدف يعني تبريتش اسوليوشن يصل لحل بريتش الاجريمنت يصل لاستقرار تبريتش اديسيجن يتوصل ليه؟ لقرار دي اسئله النهارده خلاص؟ بقول لك في الوقت ده ان سبتمبر 1620 اشيف كول ذا مي فلاور ارايفد ان نورث امريكا ويل كانت تحمل 102 باسنجرز يعني سفينه اسمها ايه ماي فلاور وصلت المكان ده اهو
وكانت تحمل 102 باسنجرز. يعني باسنجرز مش كلمه ويت، يعني بي 102 يعني اللي كانت محمله. ايه اللي انت فاهمه من اللغه من كلمه ويت دي؟ اصلها ويتش واز كارينج. يعني ايه ويتش واز كارينج؟ كانت تحمل. جاب لك مكان ويتش واز كارينج كلمه ايه بس؟ ويت. يبقى ويت صح او ويتش واز كارينج. ثلاثه بقى اشيل ايه؟ واشيل واخد كارد من ايه دي ولا كارينج؟ يعني المحموله ولا الحامله؟ يعني عاوز اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ اسم فاعل. يبقى ناخد ايه بقى؟ كارينج. يبقى الحته دي فيها قول تسمى فيها ايه بقى؟ كارينج. يبقى لما اقول سفينه كانت تحمل ممكن اقول ويتش. اقول ايه؟ ويتش. اقول ويتش واز كارينج. كانت ايه؟ الثالثه بقى؟ كارينج. اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. طيب تعالى ناخد حته كده على ود. لما اقول مثلا ا بيبي جيرل، فتاه ود بلو ايز، فتاه رضيعه لها عيون زرقاء. انا كده بتعمل عشان تجيب هنا ود. هل ود هنا معناها التي تحمل ولا فتاه تاني؟ صح. انا عاوز ده يشتغل وانت جاي تشتغل معايا الساعه وشويه عشان دي لغه. اصلها ايه بقى ويتش؟ اصلها ويتش، اصلها ويت هو هاز. لما اقول الفتاه اقول ويتش ولا هو؟ التي تمتلك او هابينج. يعني المملوكه ولا المالكه؟ فتاه رضيعه بعيون زرقاء. عندي كام طريقه؟ A baby girl with blue eyes. A baby girl who has. A baby girl having. يعني سفينه على متنها 102 بس مش يعني ركاب. اقول with. مش هتخيل مش هتخيل او كانت الطيبه اي ان جي. الطيبه اي ان جي. خلاص؟ حاجات دي كده مهمه جدا، وده انت جاي عشان تستفيد من الحته دي. طيب نكمل هنا. بقول نبص كده في التكمله. اقول لك مين ضايل؟ هي كان على مبدأ اشياء ولا؟ يعني ايه مين ضايل؟ الكثير مات. مين دي من ايه بقى؟ يعني باسنجرز الركاب. يعني مين؟ يعني مين ده باسنجرز؟ الكثير من ايه؟ الركاب ماتوا. بات سام البعض وير ايبل تو كانوا ايه؟ قادرين على. قادر على. درو فود زرعوا ايه؟ طعام. ان سرفايف يعني ينجو. ويد هيلب اوف من مساعده نيتف امريكان سكان ايه؟ امريكا الاصليين. ده انحدث كده خالص في سنه 1920. كانت سفينه اسمها 100 دولار في نورث امريكا تحمل على متنها كام؟ 102. 102 دول معظمهم ايه؟ ماتوا. بقول لك مين ضايع؟ اللي باقوا دول باقوا بمساعده مين؟ امريكان. دول بقى فوق يعني رومان يعني اموال كده. الايفنت خلص. يجي بقى كل سنه الامريكان بيحتفلوا في اليوم ده اسمه ثانكس جيفنج داي. يعني بقى ان هم ساعدوا الناس دي وجزء منهم بقى عاش. يبقى اللي فات ده اسمه اكسيدنت، حادثه، انسيدنت ولا ايفنت؟ يعني حدث بقى مهم. خلاص؟ وير ايبل تو يعني ايه؟ قادر على. ليه الكاتب هنا ما قالش كود؟ مش كود يعني استطاع. قال لك ان كلمه ايبل تو فيها ديفيكالتي صعوبه. مش عاش كده يعني بسهوله. ده قاعد يزرع طعام كده عشان يقدر ان هو بس ينجو من الايه؟ من الفامن يعني المجاعه. يبقى كلمه كود غلط هنا. هناخد ايه بقى؟ وير ايبل تو اللي هي بتعبر عن موقف فيه ديفيكالتي صعوبه ويكون سبيسيفيك سيتويشن موقف يبقى معين. فلما اقول بقى القدره والاستطاعه في المضارع عشان اتاكد لك ان ده صح. اكسبريسنج ابيليتي القدره في او التعبير عن القدره او المقدره في المضارع. كان كود ويل بي ايبل تو دي لما يكون الامر في ايزينس يعني بقى سهوله. كان كود ويل بي ايبل تو. لما اجي اتكلم على موقف معين في المضارع او الماضي او المستقبل اخد اللي جاي ده بقى ام ويز وار او واز او وير ومعاهم ايبل تو. معاهم ايه؟ يبقى دلوقتي بنعمل كومباريسون يعني مقارنه. امتى اقول كان وكود ويل بي ايبل تو؟ لما الاحداث يكون فيه ايزنس سهوله او شيء نورمال يعني بقى عادي. امال الحدث ده ما يكون غير عادي وبتكلم على حدث معين وفيه ديفيكالتي اخد ام ويز وار او واز او وير طبعا دي وبعدين
اخذ معاهم ايه بول تو طبعا الفعل فين؟ في المصدر. طيب نكمل بول هنا بقى خلص الحدث واللي بقى ثانكس جيفينج عيد الايه؟ الشكر از ا داي وين دي يعني ايه؟ يوم ربطه بايه؟ وين ولا وين؟ وين لو انت مش عاجباك وين تقول اون ويتش اون ويتش لان ويتش انت محط جار ان دي بتاخد اون يعني بقول لك ثانكس جيفينج يعني عيد ايه؟ الشكر از ا داي وين فاميليز لما العائلات كده جيت توجذر مين فاكر جيت توجذر؟ يعني اجتمع سمعينها عليها يا شباب يجتمع يجتمع بشكل ودي مش رسمي تو ريمبر عشان تذكروا ديسك ايفنت يعني بقى هذه الاحداث يبقى الاحداث اللي فوق دي وصول السفينه وموت الاشخاص اللي فيها واللي لقى اسمه ده ماشي هو ثانكس جيفنج بس الاحداث اسمها ايه بقى؟ ايفنتس والاكسيدنتس والانسيدنتس حدث امبورتنت يعني مهم اتس سيلبريتد يحتفل ان يو اس اي افري يير اون ذا فورث ثيرزداي في الخميس الرابع من نوفمبر من شهر بقى نوفمبر ان 2022 لويزا ام اركوت دي كاتبه روت ا شورت ستوري كتب القصه القصيره اسمها ان اولد فاشن ثانكس جيفينج يعني عيد شكر اولد فاشن يعني ايه؟ موضه قديمه هير از اليكم ان اكستراكت مقتطف يعني دلوقتي هناخد دلوقتي مقتطف سطرين ثلاثه اربعه من الستوري يعني من القصه اللي كتبتها لويزا ام ار يعني ايه بالعربي اكسترايكت؟ كل التيلز يعني التيلز ولا سمري؟ يبقى دي عندنا اكسترايكت معناها او لاين او ايه؟ او سمري مختطف كده. اللي جاي ده بقى سطرين ثلاثه من الكتاب، الكتاب بيتكلم على ثانكس جيفنج يعني ايه؟ عيد الشكر وطبعا في معظم الاحيان كانوا بيطبخوا او بيطبخوا تركي، مين فاكر تركي؟ ديك رومي ماشي؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. بيقول لك وين ذا ووك لما صحوا ده القصه يا اخوانا طبعا جاي منها جزء. There was still a large amount of snow كان في اماونت يعني كميه من الثلج بره. تيلي ده اسم شخص ميد a good breakfast for the seven children. تيلي عملت كده طعام جيد لكم طفل؟ سبعة من الابناء. Now about dinner طب هنا في العشاء بقى في ايه؟ She said that they finished eating. ما اللي هو مادر يعني said that we could have ممكن كود هنا يعني سجشن اقتراح تقترح ان احنا وات ايفر وي لايك يعني ممكن تاكلوا اللي انتوا عاوزينه يبقى اليوم ده بقى اوردينري ولا سبيشال؟ سبيشال الام بتقول في العشاء انا هعمل لكم اللي انتوا عاوزينه يبقى ده اوردينري داي ولا سبيشال داي؟ يوم مميز يبقى ده ثانكس جيفنج ده يوم بقى يعني بيعملوا فيه اكله معينه او مميزه But she didn't expect us مش متوقع مننا to have traditional يعني traditional تقليدي Thanksgiving dinner هنعمل كده بقى حاجة جديدة. Have you ever cooked a turkey؟ مين تركي ده؟ أنت طبخته قبل كده تركي؟ Ask بروكسي. ما said I should decide what to do. Decide ورايا يا أولاد. What؟ احنا واخدين الحصة اللي فاتت decide مين فاكر؟ To زي الفعل فين؟ المصدر اثنين on زائد ناو يعني اس يحدد واخدين كمان ايه؟ ذات زائد ها جمله ممكن نضيف كمان ان ممكن ديسايد بيجي معاها وات وين وير هاو فانت تقولها بقى ازاي؟ يجوز ان ديسايد يجي بعدها ادوات يبقى استفهام كرابط يعني تكرر ما تفعله ها وات تو دو تكرر اين تذهب يبقى وين تو جو يبقى عندك وات وراي ايه؟ فعل فين؟ وير تو جو هاو تو سولف ثينكس لايك ذس يعني بيجي بعدها تو مصدر بيجي بعدها اون واس بيجي بعدها ذات وجمله بيجي بعدها ايه؟ كلمات استفهام كروابط كايه؟ روابط ماشي والسؤال all your children بقول كلكم يا اطفال يعني have to do اللي تعملوه بس is to keep out of the way مين فاكر دي؟ يا شباب احنا سامعين في البيت الكلمات اللي مش خدناها حصلت يعني keep out of يا شباب ابتعد انا يا شباب ابتعد لازم نقرا احنا جايين نسال الدراسه بالاتش نبتعد عن the way يعني الطريق السبع اطفال دول اللي تعملوه فينا يعني تمشوا بس عشان نعرف نطبخ احنا لسه بنكمل القصه خلاص
اند ليت برو اند مي، خلي بقى برو مي الاشخاص دول ورك يعني نشتغل. The younger children walked out of the kitchen طلعوا بره المطبخ and into another room as Tilly and Bro start to prepare the big meal. يعني بريبير؟ مجهز. هنجهز الوجبه بريبير، طب هنقدمها سير. عندك كم فعل؟ ما ينفعوش الاثنين مع بعض. انا بجهز لسه يبقى بريبير. ميك ذا ميل. كوك ماشي. امال انا رايح احط الحاجات على السفره. سير. يبقى يقدم ايه؟ الوجبه. To prepare the big meal, they got out of the spoon. طلعوا بقى كل المعالق. ما هو اليوم ده اوردينري ولا سبيشال؟ زي عندنا مثلا عيد الاضحى او عيد الفطر، ماشي، يبقى يوم برضه ايه؟ مميز. سبونز، المعالق كلها، dishes, pots and pans that they could find. Now sister, we have dinner at 5. العشاء هيكون الساعة كام؟ 5. Said Tilly. Ba will be here by that time and he will be surprised. يبقى يبقى مندهش. بتساوي استولج، والولد هيبقى مندهش تو فايند انه يجيبنا ريدي تو سيرف ذا فود. ها لما ولدنا يجي هنكون لسه بنجهز ولا هنقدم؟ هي قالت بقى بريبير ولا سيرف؟ يبقى عند الوجبات او الاكل المعينه ممكن تاخد بريبير او ايه؟ او سيرف. There is such a lot to do. قدامنا الكتير هنعمله. There is such a lot to do and I am a bit worried. يعني ايه ورد يا ولاد؟ طالب صفه قدامها ايه؟ بيت. بيت ورد يعني قلق قليلا. ما تنساش كده ان احنا عندنا جرامر الحصه الجايه ان شاء الله بنتكلم عن ادجكتيفز، يعني صفات. صفات نوعين، صفات قصيره وايه؟ طويله، ولها ثلاث اشكال، صفات محايده ومقارنه وايه؟ وتفضيل، وفي كمان ايكواليتي يعني المساواه. ورد قلقان. طب قلقان كتير ولا قليل؟ قليل. هو هنا بقى بيت ورد يعني ايه؟ قليلا. About the turkey. It's too big. هي بتقول انا قلقانه كده من الديك ده لانه تو بيج. سو بيج يعني ايه؟ كبير جدا. فبقى بترد عليها برو، بتقول ايه بقى؟ اي نو سيد برو اي فيدت. انا قعدت اطعمه. ايه الدعايه اللي عليها؟ على التركي. اول سمر طول الصيف اند ناو دلوقتي ات ويل فيد مي. انا كنت بقى بطعمه بعلفه يعني فتره الايه؟ الصيف كلها، بس دلوقتي هو ايه؟ ويل فيد مي يعني هيغذيني او هيطعمني. بتتكلم على ايه؟ التركي. يبقى ده تلخيص ليه دلوقتي؟ ثانكس جيفنج، يعني ثانكس جيفنج. وهو اولد فاشن، يعني موضه ايه بقى؟ قديمه. ماشي؟ نشوف بقى عندنا درس ريدنج اهو برضه. بول از وان يير تشينجز تو ذا نيكست. سنه بتتغير للثانيه. Many countries around the world choose to celebrate. مين فاكر سيلبريت؟ العديد من الدول بتختار انها تحتفل the start of the new year. يعني ايه start of the new year؟ بداية العام الجديد، بداية العام الجديد with special food. طعام قال برايفت ولا سبيشال؟ سبيشال. يبقى الطعام ده اوردينري ولا نوت اوردينري؟ الناس اللي بتفرق بين سبيشال يعني خاص مميز، عكسها اوردينري يعني عادي، وبين برايفت برايفت حاجه يمكن امتلاكها، ماشي، حاجه خاصه بيك انت. برايفت لايف يعني ايه؟ حاجه خاصه. برايفت كار، سياره خاصه. في برايفت سكول، مدرسه هي خاصه. امال سبيشال معناها نوت اوردينري يعني ايه؟ يعني يوم عيد ميلادك بالنسبه لك برايفت داي ولا سبيشال داي؟ سبيشال داي. هو معناها هنا كده. However different countries eat very different things. يعني بلاد معينه كده بتاكل اشياء مختلفه to enjoy the occasion. اكتب جنب كلمه occasion يعني الاستمتاع بالمناسبه. مش عاوز اكون بشرح السبورات قبل الكلمة كده خالص. نهائي. ركز معايا في اللي بيتقال. يعني ايه اوكيجن؟ استمتاع بالمناسبة دي. طيب، المكسيكو هيبتدي بقى يجيب لك أكتر من دولة، في المكسيكو وسبين. في المكسيك بيعملوا إيه؟ فور إكزامبل، ميني بيبول إيت أوت. يعني إيه إيت أوت؟ ياكل فين؟ يعني بياكلوا فين؟ في الشارع مثلا ولا ريستورانتس؟ سيب القلم يرد عليا يا ابني. قالت ترد عليا. ليه انت بتسد المجموعه
ايت مع حرف جر ايه؟ يعني ياكل او يتناول الطعام في الخارج. الخارج فين؟ ريستورانتس على المطاعم. At the many restaurants في المطاعم الكتيرة around the country. Now on New Year's Day في يوم ها رأس ها السنة حط في جر ايه؟ كنت جاي عشان كلمة day اللي يبدا بالأم خلاص؟ The most popular dish بقول لك أكتر أكلة مشهورة is tamales. بقول لك tamales دي بقى بتتكون من ايه؟ Which is made from يعني ايه made from؟ ها مصنع من نرجع بس للمدير تصنع من meat, cheese and vegetables that are cooked inside banana leaves. هو قال which is خدنا ايه دلوقتي؟ made حرف جر from. made from مصنوع من مادة لا يمكن رؤيتها. أمال made of مادة لا يمكن رؤيتها يعني of هنا الحرفين الصغيرين دول المادة اتغيرت بس أنا قادر إن أنا إيه؟ أشوفها. زي مثلا الديسك ده مصنوع من خشب. يبقى made of ولا made from؟ made of أنا شايف الخشب أهو. امال ميد فروم مصدر الماده لا يمكن ايه؟ هو زي ما الحصه اللي فاتت. هاوفر وين ذا نيو يير ارايفز ان جابان لما تصل كده راس السنه يعني بيبول ميك سبيشال ليتل كيكس بيعملوا بقى في اليابان. يبقى بيتكلم هنا عن مكسيكو هنا بيتكلم عن ايه؟ بيجيب دول معينه. بيبول ميك سبيشال ليتل كيكس فروم سويت رايس. They get together بيجتمعوا with their family and friends to eat them and celebrate بياكلوا ايه؟ ويحتفلوا. يبقى اتكلم عن مكسيكو وبعدين اتكلم على ايه تاني؟ ها؟ جابان. طب هنا بقول ايه بقى؟ اسبان. ان سبين فين؟ في اسبانيا. ان سبين اتس تراديشنال في اسبانيا انه شكل ايه؟ تقليدي تو ايت 12 جريف في اسبانيا بياكلوا 12 حبه عنب يعني كل حبايه بايه؟ بشهر هو بيحتفل براس الايه؟ السنه خلاص؟ تو ويلكم تو ذا نيو يير ذا سبانيش بيبول ايت ذيس بارتيكولار اماونت اوف جريفز لما يقول كميه عنب الاماونت ولا كوانتيتي؟ اماونت اوف جريفز او اماونت اوف ماني ليت ات نايت وين ذا كلوك ريتشز ميد نايت لما الساعه تصل منتصف ايه؟ الليل او الساعه كام؟ 12 and they have one grape for each hour of the clock. In Poland, في بولندا، يبقى مكسيكو، جابان، بولند، سبين، people start to prepare a fish called بيعملوا كده اسماك تسمى هيرينج، ما سامعينها انتوا يعني ايه؟ سمك ايه؟ بينج، قلنا الحصه اللي فاتت، ما اعرفش كلمات عربي، مش احنا عندي برضه؟ يعني ايه هيرينج؟ اسماك يبقى رينج، دي بتاخد وقت كتير جدا لغايه ما تبقى جاهزه للاكل. بقول لك at least 5 days before they eat it يعني بيقعدوا يجهزوا الرنج دي كام يوم؟ قبل ما ياكلوها يعني خمس ايام. They put the fish in a jar بحطها كده في برطمانات يعني with water, onions and sugar and they wait for the big day بينتظروا اليوم ايه؟ الكبير اللي هو اليوم اللي ياكلوا فيه السمك ده. طيب finally في النهايه in Greenland it's traditional for the men. في جرينلاند بقى الرجاله هناك serve special meal for whale. نروح بس ويل هنا يا اولاد يعني لحوم ايه بقى؟ حيتان. يعني في جرينلاند عندهم كده لحوم الحيتان دي بيقدموها واللي بيقوم بالطهي هنا الرجال. For women to enjoy it takes months for the meat to become ready. طب احنا قلنا الهيرنج ده بياخد خمس ست ايام ولكن الويل لحوم ايه؟ الحيتان بتاخد months. من فاكر يعني months؟ شهور عشان تبقى جاهزه. وايه؟ عند بيبول سي الناس بتقول ذا سميل از فيري سترونج. يعني ايه الحته دي؟ الرائحه قويه جدا. ما هي حاجه يعني ايه؟ ثالث شهور لغايه ما بتتعمل بتبقى الرائحه نفاذه جدا. يبقى ده بيتكلم على ثانكس جيفنج او سليبريشن. تكست تاني بقى ايمي وهدى. ايمي دي فتاه اجنبيه بتدعو هدى ان تروح تزورها في ثانكس جيفنج. ايه يعني شوف شوف هم بياكلوا ايه خلاص. هنا بقول ايمي سو ديد يو اسك يور بيرنتس اباوت فيزيتنج يور هوم فور ثانكس جيفنج. هدى خدت منهم الاذن تيجي تزورني يعني؟ قالت ايه؟ يس دي لايك مي تو تراي. عاوزين نجرب نيو ثينكس اند ذي ثوت ات وود بي ا جريت ايديا. هيبقى الامر ايه؟ فكره ايه بقى؟ عظيمه. ماي مام واز فيري كيوريوس. مين فاكر كيوريوس؟ ولا كانه قلت لحد فضولي. يعني ايه فضولي بقى؟ عنده حب ايه؟
استطلاع ما قلناش دي كيوريوس او انكوزيتيف او ايجر تو نو ابوت ذا فود يو ايت ايمي بتقول يو لاف ذا فود اند ثانكس جيفينج هدى هاف يو هاد تركي بيفور يعني هاف يو هاد تركي قالت صبرك انت اكلت ايه قالت اتس ا لوت لايك تشيكن ده هو زي لحوم الدجاج بات اتس فيري بيج ويل اي لايك تشيكن سو ذات شود بي اوكي يعني هدى ما كانش قبل كده الديك الرومي ده وات ايلس دو يو هاف دي مهمه جدا بقى ماذا غير ذلك غير الديك الرومي ده عندكم ايه بقى في الاكل قالت وات ايه بقى دايما ايلس بيجي قدامها تركيبات كده زي وات ماشي زي اني وات ايلس اني ثينج ايلس ما ينفعش اذر او انذر وات ايلس دو يو هاف يعني انت بتشتري من واحد بضاعه كده وشفت حاجه تقول لي برضه ايه يعني وات ايلس دو يو هاف اللي معاك تاني يعني وريني ده نفس الكلام برضه هي بتاكل هتاكل هناك تركي ديك ايه بقى؟ ايه تاني بتقدموه في اليوم؟ وات ايلس دو يو هاف؟ قالت وي هاف سبيشال كايند اوف بريد عندنا نوع من الخبز اسمه ها كورن بريد اسمه ايه؟ اتس ديليشس يعني لذيذ اند وي هاف سويت بوتيتوز عندنا برضه بطاطا دي ار لايك نورمال بوتيتوز يعني زي البطاطس الايه؟ العاديه يعني نورمال عادية بات ماتش نايسر يعني بقى مسكرة أكتر هي نايس يعني جميل صح؟ ونايسر أجمل أنت أجمل بكتير قالت إيه هنا؟ ماتش نايسر يعني كنا ممكن نكتب نايسر يعني نايسر أجمل بس أجمل بقى بكتير أو أحلى بكتير من البوتيتوس مش كده؟ That sounds great. What do you have for dessert? عندكم إيه بقى الديزيرت؟ تحس كده إن هدى بتسأل على كل الاكل اللي هناك هتاكل الاول تركي صح كده تجربه وبعدين الاول الكورن بريد وبعدين بتسأل عن ديزيرت تحليه ديزيرت ده طبق يقدم بعد الوجبه الرئيسيه ممكن يكون جوس يعني عصير كيك فروت اي حاجه اسمه بقى ديزيرت كم اس فيها علي؟ 2 اس امال ديزرت لوحدها؟ صح وكفاله يعني يهجر ولما قلت ديزيرت اريا مقطع مهجور بس هو ايسوليتد السنه اللي فاتت هتاكلوا ايه بقى؟ هتعملوا للتحليه كده ماي مام ميكس ذا موست وندرفول بامبكن باي بامبكن ايه؟ باي باي يعني فطيره ماشي؟ اتس فيري سويت بتبقى لذيذه جدا اند هيفي هيفي يعني تقيله يعني ما تقدرش تاكل منها كتير sometimes I fall asleep احيانا I fall asleep يعني ايه تعمل ده؟ اشعر بالنعاس يعني بتنام فجاه after I eat it so I'll try not to eat too much مش عاوز اكل ايه بقى كتير تعبير ده شخص ينام فجاه بسبب التعب اخد ايه بقى فول اسليب ونعرف ان فول هنا تصريفها كده فول فيل فولين والكلمه دي اسليب مش هتتغير اسليب فول اسليب هدى بتقول now I'm feeling hungry بدات اشعر ايه بقى ها بالجوع مي تو بتقول لها انا كمان But the best thing about Thanksgiving is that we all have to help with cooking. أفضل حاجة إن إحنا كلنا بنساعد في الطبخ. We have to help. مجموعة يعني help. cooking يعني إيه؟ بدماغك يساعد تاخد حرف جر مثلا إن، صح؟ بدماغك كده هو إن ولا ود؟ مهمة جدا. واحد هيساعدك في الهوم ورك يعني الواجب. وليس الفين. خلاص؟ ساعات بقى بتبقى اون لما يجي معاها كلمه ذا فارم هتساعد والدك مثلا في المزرعه او في الحق هي فارم اصلا بتاخد ايه؟ اون ماشي؟ ذاتس واي وي ار اول اتس ا جريت جريت تايم بيبقى وقت فظيع وقت جميل سوري عظيم تو ميت اند كاتش اب وذ فريندز نمشي مع اصدقاء اند فاميلي ذاتس واي وي ار اول ريلي لوكينج فور تو بنتطلع الى سينج يو طبعا ده اسمه ان جي Great, I can't wait. أكلة بقى معمولة في إندونيسيا اسمها نازي جرونين. اسم الأكلة إيه بقى؟ نازي جرونين. دي معناها فرايد رايس، يعني رز كده متحمر. يعني الكلمة أصلاً بلغة إندونيسيا معناها فرايد رايس، قول نازي جرونين. نازي جرونين is a meal وجبة with rice. from Indonesia من اندونيسيا in fact the words nasi goreng mean معناها fried rice يعني fried rice رز محمر كده in Indonesia
Many people believe that Nasi Goreng is one of the spice meals. واحدة من أكثر الوجبات ها spices يعني حرارة in Indonesia. But for most people it's simply ربما هي ببساطة the best meal you can eat. Nasi Goreng is made by بتتعمل عن طريق هنا بقى أوف ولا فروم ولا باي؟ مش كل مرة هاخد أوف فروم. بتتعمل عن طريق يظهر بقى باي. باي فراينج رايس عن طريق تحمير ها الرز and adding اضافه فيجيتابلز يعني خضروات and ايضا اما تشيكن يعني دجاج اور براون اللي هو اللي بقى الجمبري تو ذا باك اتس ا بيت سولتير بتبقى املح قليلا than other Indonesian meals and it's often comes with fried egg on the top بيحطوا كده فوق القمه بتاعتها الفرايد ايج يعني بيض بقى او بيضه ايه نقليه. Nasi Goreng is usually cheaper than most other meals in Indonesia. You can get it either in restaurants ممكن ناخدها في المطاعم from people او الناس who cook food on the side of the road. ممكن تلاقيها في المطاعم في البيوت او الناس اللي شغاله على the side of the road يعني جانبي الطريق بتسميها بالعربي بقى؟ بص كده vendors side street vendors باعة جائلين يبقى الكلمة دي مهمة جدا عشان الترجمة لما اقول باعة جائلين اقول ايه بقى؟ ها هي المفروض vendors انا هحطهم دي vendors او street ها vendors دي او دي باعة جائلين برضه عشان الترجمة. طيب نكمل اويسترز يبقى نتكلم عن اكله في اندونيسيا اسمها نازي ايه؟ جورين. اويستر مين فاكرها؟ المحار. اويستر يعني ايه؟ برضو اكلات الوحده دي كلها كده. اويسترز ار ا تايب اوف شيل فيش ذات بيبول ديك اوت اصداف كده الناس بتطلعها بالحفر ديك اوت اوف ذا ايرث ديك اوت تخرج بالحفر. ذا سي ذي ار ريرر مين فاكر ريرر؟ اندر اكثر ندره مش موجوده كتير. ما رير عكسها ايه بقى؟ كومن يعني كومن the most other type of seafood seafood يعني اطعمه بحريه you can only eat them for 7 months of the year during this month اثناء الشهور دي thousands of oysters are eaten in France because many people believe that they are one of the most special foods you can eat. قال بقى اطعمه خاصه خد هنا كلمه بقى special this means ده معناها oysters المحار ده are usually one of the most expensive meals on the menu of the French restaurants. مين فاكر كلمة menu؟ قائمة طعام في مطعم أو قائمة جهاز زي مثلا موبايل ماشي أو الريسيفرز وصلت؟ هما الليست قائمة أي حاجة قائمة أشياء قائمة نيمز يعني أسماء أو ممكن أقول مثلا شوبينج ليست صوت. طب انت هتحط الاسم ده فين؟ واحد بيبص عليك كتير من الشركات تحطه فين؟ بلاك ليست. حاجه بلاك ايه؟ قائمه الحظر مثلا. رايت؟ ده برضه اسمها ليست. مرشي ار سويت ده اسم حاجه جديده مرشي. لو قلت الاكله دي جمع تاخد ايه بقى؟ يبقى مرشي هناخدها دلوقتي مرشع. يبقى الاكله دي ممكن تكون مفرد وايه؟ موشي بالاي تبقى خد بقى جمع وموشا خدت ايه دلوقتي؟ اسم خلي بالك من دي. قول كده موشي ار سويت راوند رايس كيكس ويتش ار سمولر ذان موست اوف ذا كيكس بيبول ايت. They look like little balls زي ما يكون كور كده صغيره and they are made in many different colors بتتعمل باشكال مختلفه باشكال ايه؟ مختلفه. ميد يا شباب هنا خدت ايه دلوقتي؟ يبقى لما اكتب ميد كده ميد خلاف صفة الحصة. بقول لك ايه اللي انت فهمته من الحصة اللي فاتت من الحصات. ممكن تاخد حرف جر اوف. ممكن تاخد فروم. ممكن تاخد باي. ممكن تاخد ان. تقول لها ولا ما تقولهاش؟ ميد اوف بصمة المادة يمكن؟ ولاد. ميد فروم؟ ميد باي يصنع عن طريق. عن طريق قلي الرز. طب ميد ان يصنع بالوان مختلفة. الوان ايه؟ هنا خدت حرف غريبة خلاص؟
ان جابان هيبتدي الكاتب بقى يقول لك في اليابان بيعملوا ايه بقى؟ ان جابان where they come from mushi are the most popular type of cake and the Japanese eat large amounts بياكلوا كده كميات ضخمه قدام. mushi were first made اول ما اتعمل كده about 1000 years ago and the people thought الناس لما عملتها كده من الاف السنين او من 1000 سنه اعتقدوا they brought good luck لما بيعملوا المشي ده بيجيب لهم good luck يعني good luck. الاكله دي اسمها مشي كانت بتيجي في دماغهم كده بتجيب لهم جود لك يعني تجلب الحظ الحظ مثلا الجيد يعني كانت نذير تفاؤل ولا شكر؟ تفاؤل خلاص نبص هنا كده برينج جود لك تجلب ها حظ جيد معناه ان الشخص بعد ما يعمل الاكله دي بيكون اوبتيمستيك. مين فاكر اوبتيمستيك؟ ده هي انت جاي عشان متفائل يعني ايه اوبتيمستيك؟ لما بقول لك الاكله دي انت مش تفاؤل ولا تشاؤم يعني لما بيعملوها يبقى البيت كله اوبتيمستيك عكسها بيسيمستيك متشائم. على فكره ده صفات مش الاسم متفائل ها متشائم خلاص التفاؤل بقى اسمه اوبتيميزم بيسيميزم اخرها ام. طيب دي متفائل ها متشائم احيانا كده واحد يقول لك ايه انا بحبش رقم 13 ده صح يبقى انت وصلت 13 ده برينكس جود لك ولا باد لك دماغه كده يعني في فنادق في اوروبا تلاقي الحجرات كده 1 2 لغايه 12 وبعدين بعد 12 14 مفيش ايه محدش برضه يحجزها بيلغوا رقم كام 13. هل الحاجات دي يعني ساينتفكلي ترو يا جماعه محمود ولا في حته ثانيه ار يو شور هل رقم 13 بيجلب فعلا التعاسه؟ بحاجات علميه دي بنسميها في اللغه سوبر ستيشن. مين خم من هالي بقى؟ سوبر ستيشن خرافات سمعت ولا؟ حاجه ملهاش اساس علمي. ان شاف قطه سودا كده يقول لك ده هيحصل حاجه النهارده. مثلا يعني ان شاف رقم 13 مش هاخد التيشيرت ده، انا هلبس اي رقم ثاني غيره. ده اسمه السوبر ستيشنز. الكلمة دي ممكن تجي لك في الامتحان، ممكن تجي لك في الترجمة، تجي لك في احنا بنقول كده. يبقى لازم تعرف حتة السوبر ستيشنز يعني ايه خرافات. حاجة ملهاش أساس ايه؟ علمي. هناخد دلوقتي، تعالى ناخد العصفور دلوقتي. أو نخليها في وقتها في ظروف المجموعة. بيقول لك brought they thought they brought good luck بتجيب ايه؟ حظ سعيد. Today different colors and types of moshi are more popular than others in different special occasions. يعني ايه occasions؟ مناسبات صح؟ وصفنا ايه؟ وكمان different. كل ده مش مهم، المهم ايه بقى؟ المناسبة تاخد ايه بقى؟ on ليه؟ السؤال انا ليه؟ ليه لان المناسبه بتبقى يا نور في دي المناسبه دي عيد ميلادك دي اوكيجن مناسبه بتبقى في اسبوع ولا في شهر ولا في يوم اليوم بياخد اون فلذلك المناسبات بتاخد ده ايه اون ديفرنت سبيشال اوكيجنز فور اكزامبل وين ذا جابانيز سيلبريت لما يحتفلوا بنيو ييرز داي عيد راس السنه فلات وايت موشا موشا ولا موشي؟ موشا از يعني هي كلها كور الكور كلها موشي مفضل يا جماعه بالاي والكور واحده موشي طبعا دي لغه اليابان بتاعتنا احنا موست بوبيلار تايب اوف موشي تو ايت يعني طبعا موشي هنا ليه؟ لانها اصبحت دلوقتي واحده من يبقى ناخد جامع النص كده تقريبا الاخير بيرات الكينج دام المملكه المتحده didn't use to be known for its good food but it has got a better recent years اتحسنت في recent years يعني ايه عيد recent years؟ كنت ده الحصه اللي فاتت كلمتني اول ما دخلت شديد قوي بعت لي
دي كنت بعت لي حد هيبعت حد بعت ده اللي كده جرب حصل بدي كده ارفع ايده واقفلها طيب مين تاني؟ ايه كم حصه؟ حصه واحده لما اقول بقى في السنوات الحاليه خدنا يا محمود ريسي انت معناها ايه بقى؟ ان بقول ان مش شرطه ريسي اللي بتسوي موديل؟ ايه؟ محمود دول ريسي اللي بتسوي موديل انجليزي 2025 مش الحصه اللي فاتت في الشرطه تعرف الفرق بين ريسي والموديل؟ ريسي يعني نوت لونج اجو يعني ما الموديل اللي معناها حاجه دي بولوب يعني متطوره كان لها مراحل كده لما اقول لك السنوات الحاليه السنوات مش من زمان اخد كلمه بقى ريسنت يفتكر بقى ريسنت ييرز السنوات الحاليه ريسنت فوتو يعني مش من زمان ريسنت ستادي دراسه حديثه امال لما اقول بقى مودرن تكنولوجي هل الموبايل دلوقتي كان زي الموبايل الاولاني؟ هل التلفزيون دلوقتي زي التلفزيون الاول؟ ده كان الاول قد محاوله كهرباء يعني عشان تجيب كده حاجه كبيره كده فنفس الكلام برضه الموبايل يبقى ده اسمه مودرن تكنولوجي. Probably the most popular dish is fish and chips. The fish and the potatoes are fried, بتتقلق and are usually very salty بتكون مالحه. Fish and chips are usually cheaper than most other takeaway food. مين فاكر takeaway food؟ معلش سريع takeaway fast food junk food. قالت احنا شغالين في الجروب كده بتبص على حاجه بنبعتها كده بعد الحصه ولا ماشي يا محمد براحتكم براحتكم خالص اتدلعوا براحتكم خالص ذا بريتش انا عاوز اترجم ذا بريتش البريطاني ولا البريطانيون؟ دي كل سكان بريطانيا ذا بريتش ذا فرنش يعني خلاص يبقى دي زي ما كنا بنقول كده في اولى ثانوي ذا ريتش يعني ايه؟ ذا اغنياء غبور فراغ لذلك خالد لايف هي مفرد ولا جمع؟ لو مفرد كانت خالد ايه؟ سبايس لازم ده يشتغل سبايس فود انديان فود الطعام الهندي بقى از يوجوالي ذا سبايس اند ايطاليان ريستورانتس ار فيري بوبولار ون اوف ذا موست تراديشنال ديشز واحد من الاطباق التقليديه لما يقول لي وان خلاص بيجي وراها اوف ذا دي يعتبر سوبر ليتر تفضيل ويجي معاه اسم جمع One of the most traditional dishes. طب واحد من اطول الصبيان هنا. One of the tallest. مش مصر. tallest. Boy ولا boys؟ Boys. يبقى one of اللي لها تفضيل زي الاسم ايه بقى؟ جامع. تاني اسم الجامع هنا؟ dishes. واحد من اطول الطلبة. One of the tallest boys. ماشي؟ Is roast lamb. مين فاكر بقى roast lamb؟ انا مش عاوز انزل اتكلم حتى او اضرب والله وانا متضايق ما تنزلوش كده الحصه تتذاكر يومها واحنا دلوقتي في اجازه مش مدرسه قلت السنه اللي فاتت وشفت لما بدات الدراسه كان شكلكم ايه يعني ايه روست لام لحم ضأن مقلي ولا مشوي روست يعني ايه مشوي روست يعني ايه مشوي بتساوي جريل امال فرايد لام لحم ضأن امال لام مصباح شايفين البيديان وهنا بي وصلت لام طيب روست لام which people often eat for some day lunch with potatoes and vegetables. The British also like a lot sweet things such as ice cream. In 2018, the British ate more than 320,000 ice creams. They mostly eat dessert. يعني mostly بالعربي في الغالب في ايه؟ في الغالب ياكلون لان most يعني معظم they mostly بقى بتساوي في اللغه almost دائما rarely نادرا ولا اوفن او فريكوينتلي يعني غالبا او ساعات بالعربي يقول لك مرارا وتكرارا يعني بشكل بقى متكرر
رايس ان ذا سمر وين ذا ودر از ووتر، لما بياكلوا كده لما يكون الودر يعني ايه طقس طقس الحراره. حاسه ده فرقنا بين قريب وريتش. قريب ان وايه وريتش انت مش هتعرف تفجر وبلو فيه جيت تو امتى يختفي يا حرف جر؟ قلت لك كلمات هوم وهير وزير يختار حرف جر. وريتش ممكن يصل لايه؟ لشيء معنوي. ديسايد تو وديسايد ايه؟ اون وديسايد ايه؟ ذات، واحنا واخدين على السبوره كمان ديسايد هاو ديسايد وات. سبيشال برايفت، سبيشال ايه؟ خاص نوت اوردينري، وبرايفت يعني ايه؟ خصوصي، وايفنت يعني حدث. امال انسيدنت لا معنى ايه؟ حدث عارض يلفت النظر او حدث كلمه او قصه. ايه اكسيدنت؟ شيء خاطئ او مؤذي زي ما هنشوف دلوقتي في الاسئله. منيو طعام. امال ليست ثلاث اشياء او مهام تم ايه؟ اعدادها. افتح الاسئله بقى. انت بتسال عاوز تجيب ما فيش عندنا مجموعه من العوامل بس عشان اعمل درس مش هينفع يا اما هنا مش هينفع از يو لايك بس لان احسن هنا من الاثنين لايه؟ 3 ونص اللي قبلك من 12 ل 2 عشان راح فوق الدور ده ما فيش واحد خالص يعني وبعدين احنا ما بنشتغلش غير معاك مشترك صبيان وبنات نفتح الاسئله بقى كده هناخد لغايه ما نشوف لانجوج فروا براحتكم بقى الاول قبل ما اشتغل اللي هيسيب شعره في مكنه واثنين وثلاثه هنا براحتك براحتك بعدين احنا امسك واحد الاول اعمل له كده واقول له تعالى امسك زمايلك بقى هيمسك ولا لا؟ اللي تعمل له كده هيسيب حد؟ بس وليكن مثلا علي ناخد علي بره الناحيه دي كده وبره كده وتعالى علي بقى امسك زمايلك بقى مش هيسيب حد نكمل انزل يا نبيل اعمل عمره وتعالى بتدل علي نبيل نبيل بتدل علي انزل ارسل وشك يا نبيل ما هو ده بقى نطفي المراوح بقى الكاس ده ننام طيب الاسئله دي كلها مهمه جدا بيقول لك موست سيريس ان ذا هاوس انفولد الكتريكال اكوبمنت كل ما بعد تكتب كلمه الكتريكال اكوبمنت معدات كهربائيه معدات كهربائيه يا اما معدات كهربائيه داخله في الموضوع يا اما هوت ليكويدز يعني سوائل ساخنه واحد بيعمل شاي كده وقع على ايده شاي دي تعتبر ايه بقى؟ واحد بيحط فيش الكهرباء كده طهر اكسنت يعني اكسنت هواتس اكسنت ايه بقى؟ خير امال اول كلمه يعني ايه اوبريشنز؟ وانا حسيت احنا قلنا حاجه بقى حسيت عمليات جراحيه طب يعني ايه ايفنتس؟ حدث هام او مرتب له مش حادثه يعني ايه انفلنس؟ تنفع حدث عابر ملفت للنظر لا يحدث كثيرا لواحد او حدث في قصه او مسرحيه او كده. فناخد بقى اكسنت. It was already dark by the time the tourists at their hotel. انت عندك حرف جر ايه بعد النقط؟ الناس ما بتنطقش انا ببص لك ببص لك دلوقتي مش شايفك اللي ما بنطقش معايا. عندك حرف جر ايه؟ ينفع. بط ينفع ريتشارد اخد بقى كونتينيد ولا ارايف يعني سهله جدا ارايف سمير واز اولويز فيري سيريس ات ورك انت بتقول سيريس جاد سمير دايما جد في الشغل بات هي واز اكشوالي فيري فاني اند ان هيز لايف برايفت لايف يعني بقى برايفت لايف حياه خاصه في الشغل لابس لهم الوش الخشن صح زي ما انتوا بتقولوا كده ولكن بعد الحصه ما تنتهي يا سلام تبص بقى على وش بقى ايه؟
فلان وفلان تلاقيها كده فرحان جدا وفي النوفين لسه خالص لسه خالص مش في النوفين ولا حاجه يبقى ناخد برايفت لايف يعني هيبقى بقى خاص ذا يونج كابل تحتها خط كابل يعني الزوجان الزوجان الصغيران سنا ميد اير اوف ذا بيبول هو وونت تو انفايت تو ذا ويدنج ليست ولا منيو؟ قائمة المدعوين صح؟ بالمناسبة يعني ايه مدعو؟ انفايت يدعو انفايت ايه؟ احط لها كمان اي اس تبقى انفايتيز بتوع عنده كده انفايتيز اثنين اي في الاخر اس دي معناها المدعوين انفايتيز بقول هنا there has been a number of violence فكلمة بالانس عنف في كده عنف معانا against the base organization staff ها incident number C انت بتقولها بالعربي كده احداث عنف طيب انا عاوز اترجم رقم خمسه دي كان هناك عدد من احداث ايه؟ عنف ضد اكتب كده ضد هيئة ضد مثلا ايه؟ هيئة منظمة السلام او ضد موظفي منظمة ايه؟ السلام احنا خدنا فايلنس يعني في الجملة دي هل احداث العنف ضد المنظمة دي بتحدث كل يوم؟ يبقى حدث ريرلي بيلفت النظر ما بكررش كتير زي مثلا زي ما قلت كنت بشرح كده شوتنج سمون ان فيليج قتل واحد برصاص في قريه كل يوم بيحصل كده لا يبقى ده ايه بقى؟ انسدنت ايه؟ تمام من غير بقى انها كرايم يعني ايه كرايم؟ كريم عاوزك بقى الترجيم الحته دي there were riot incidents following the football match مين يترجمها لي بقى كده دي في ايه الوقت؟ ها؟ ورايت رايت قريبه من بالانس اون بس هنا تبقى ترجمتها مختلفه شويه ها؟ شغب عارفين احداث الشغب؟ كان هناك احداث شغب فول وينج يعني ايه؟ بعد قبل ولا بعد؟ بعد يعني فول وينج هنا البديل بتاعها اكتر ولا بيفور؟ اكتر كان هناك ها؟ احداث شغل ثلاث المباراه ثلاث المباراه او بعد المباراه وصلت يبقى يعني ايه بقى رايت انسيدنت احداث شغل يعني في الامتحان بتاع السنه دي بتاع ثالث ثانوي بتاع اي لغه يقول لك رايت خليني بس اكمل دي دي بتساوي ايه؟ احداث ايه بقى؟ شغل خلاص؟ انا هاخد بقى من دي سهم كده اقول بتساوي فايلنس يعني فايلنس عنف مهم ولا لا دي حتى ممكن ساعات يقول لك رايت يعني تاخد رايت وتضاف لها ايه اس زي عندنا مثلا في ماتشات الدوري المصري بتاعنا كده الحكم يصفر يسلم على بعض نمسك بعض طبعا ويشتم الجمهور وكلام من ده امال هناك بيقولوا فيها حتى لو الماتش خلصان 7 8 ايه سلموا على بعض عشان عارف اللي هيغلط هيتحاسب زي عندنا كده بقى فاحنا احنا عندنا دايما الحاجات بتحصل بعد الماتش على طول وممكن اثناءه كمان طيب كده شرحت خلصت كده نكمل رقم بيقولوا في المدرسه بيقولوا والله اعلم هيحصل ولا لا يعني هيعملوا الملعب نجيل صناعه الملعب طبعا التفكير تو ليت تو ليت متاخر شويه ليه بقى؟ مش عارف انت ما شفتش الملعب بتاعنا ده قبل كده الملعب ده كان مكان ايه؟ المبنى الجديد فاكرينه؟ ده كان ملعب كبير جدا كان ملعب 5 5 ممكن ياخد 6 و7 هم جم بقى اشتغلوا بمخهم كويس طبعا بدل ما يعملوا المبنى ده ناحيه الوحده البطاريه دي كده فقال لك لا احنا نسد فاضيه نعمله هنا بوظ المدرسه لمده 100 سنه
شكل بالظبط زي علبه الكبريت، مش عارف داخل منين هو طالع منين. شفت علبه الكبريت بتدور كده؟ فعلا بتقعد في المدرسه المفروض تبقى حرف يو، لان هي الوقت حرف ال كان يكمل ايه؟ يو ماشي. وقدامها ايه؟ الملعب. لو كانت نجل على النظام القديم كان بقى شكل مدرسه اوروبيه، ملعب قدامها كده والطابور ناحيه. دلوقتي هو بيفكروا بس ما هوش اكيد يعني هينجلوا الحته اللي هي بتاعت ايه؟ عارف البلاط دي؟ هيشيلوا البلاط بالرمل كله ده وتبقى كلها نجيله كده تبقى فيها ملعب. والطابور فيها بقى. ما هي مش ملهاش محل الا كده. طبعا هي لو المدرسه كانت بنت الناحيه دي وده تنجل كانت بقى يعني شكل تاني، بس احنا طبعا ما بنفكرش الا بعد ما نبني. ممكن نسحبها كده المبنى نكمل رقم سبعة. بقول لك كده اكسبيرتس اتباع الخبراء. الخبراء كي ستة ولا سبعة. لاندنج انتوا كده الهبوط فوق القمر. لاندنج اون ذا مون از ون اوف ذا موست امبورتنت ان ذا هيستوري اوف مان كايند. الهبوط فوق القمر ده ايه؟ يا سيدي بعد الشرح ده وانت ما بتحلش معايا فملهاش لازمه. الهبوط على القمر ده حادثه ولا حدث؟ حدث. مش كان في مركبه فضاء وناس بتتدرب سنين، يبقى ده حدث مخطط له، يبقى ناخد ايه؟ ايفنت. اخر كلمه بتقول ايه؟ مان كايند البشريه. مان كايند البشريه بتساوي هيومانيتي. خلاص؟ اكسبكت تيك كير ان ذا لاندنج ان هاندلنج فيري اولد بلوكس. اولد بوكس ناخد ايه؟ عناية خاصة. سبيشال. After a long discussion بعد مناقشة طويلة we decided blue بنت. نحط دايرة كلمة blue. blue ده بقى طول مصدر ولا جملة ولا اسم؟ أنا على فكرة شرحت. أنا بشوف أنت فهمت ولا لا. decide بقى. خايفين يقول. on اختاروا اللون الأزرق لدهان غرفة النوم. decide on. The government of Hukuma must a decision about the new city before next month. Huh? Reach. It took him about a bit of time. It was a little bit of time. It was a little bit Children under 12, bullet at 12 سنة, can choose dishes from the children's menu. Any menu? Why not? People differ. It can differ. يعني يختلف. الناس بتختلف كده in the way they their festival. طب انت فاكر يعني ايه فيستيفال؟ مهرجانات. ناخد ايه يا شباب؟ ها؟ سليبريت. يعني ايه سليبريت؟ يحتفل بالمهرجانات بتاعت سليبريت. My grandmother's views بيقول لك اراء جدي on women's role دور المراه are he says بيقول كده they should stay at home يقعدوا في البيت. ناخد ايه بقى؟ تراديشنال. يعني تراديشنال تقليدي بتساوي كونفنشنال. طبعا عكس تراديشنال ده مودرن يعني حديث. I am surprised انا مندهش because I didn't expect the ball to come to this. بيل يعني الفاتوره. ما توقعش الفاتوره هتوصل لكميه المال دي. ما هي ماني عندك. يعني اماونت اوف ماني؟ كمية الأموال مش عارف هيكتبها يا شباب. ونرد شوية لأن بدأت إيدي تكلم. إيدي بدأت يعني هنزل. براحتك بقى. The whole family يعني إيه؟ كل العائلة بأسرها needs to get together. مين فاكر get together؟ اجتمع. Get together. We need to make enough food to 10 people at our son's birthday party. سير. يعني نقدمه ل 10 اشخاص. سير. At the Olympics بيقول لك في الاولمبياد medals are usually worn only by special ceremonial occasions. من فين occasions؟ مناسبات. My friend said that he simply eats all the time when his wife and children are away. لما يكون الاطفال والزوجه بره مسافرين يبقى بياكل ايه بقى؟ اوت بالخارج. يعني يقصد بقى يعني ات ريستور. There is a hub among the leading communication companies in the market. Competition.
كومبيتيشن نمبر بي اكتبوها كده منافسه شديده هارد كومبيتيشن بتساوي فيرس كومبيتيشن ادي بقى جنب كلمه ليدنج كوميونيكيشن كومبانيز شركات الاتصالات الرئيسيه شركات الاتصالات الرئيسيه The team of science بيقول لك فريق العلماء دول succeed in much information about climate change يجمع معلومات gathering يعني مش موجوده gathering collecting خلاص The famous actors last film اخر فيلم له won an award at the Cannes Film Festival مهرجان كان السينمائي. It's a well-known fact that medical science العلم الطبي يعني has made amazing progress in years. ها؟ يعني recent years. السنوات الحالية. السنوات المؤخرة يعني منذ فترة بقى قليلة. السنوات الحالية. My friend really lives on as he has lived alone since he moved to Cairo. عايش على ايه بقى؟ الوجبات السريعة are a big thin kind of pasta used especially in Chinese and Italian cooking noodles اللي هي شرائح ايه المكرونة سمعنا النهاردة برضه the children have a lot of at the movie yet watching their favorite film يعني ايه اخر كلمتين يعني ايه favorite film فيلم مفضل فيلم مفضل الاطفال مروا بايه كان عندهم ايه فان يعني فان متعة عروض فان The new restaurant quickly built up a base تحتها خط بيز قاعدة أو أساس of regular because of its food is really good يبقى عامل إيه بقى؟ كل بنت غلط كاستمرز يعني كاستمر زبائن عمل قاعده منتظمه من الزبائن هنروح ناس كتير after finishing our dinner the waiter asked us if we would like to order a dessert يعني dessert ايه ولا بيه when they got off the train لما يعني نزلوا من القطار كده the three shared the taxi home هو نزل من القطار يبقى كانوا ايه؟ باسنجرز يعني باسنجرز ركاب ركاب مين اللي فاكر يعني ايه شيرد تاكسي؟ اشتركوا في تاكسي قسموا التاكسي؟ هم قسموا الايه؟ المصاريف عليهم ولكن هم اشتركوا فين؟ في تاكسي رقم؟ دكتورز اكسبكت ذات سام ديزيزز بعض الامراض won't in our world exist لن توجد won't exist بتساوي في اللغه won't be found لن توجد يبقى بتساوي won't be found the boy read several from his new poems in his television interview لو قلت لكم اولاد لو قلت لكم بوين يعني ايه؟ قصيده بوين يعني ايه؟ قصيده ناخد ايه يا سيدي؟ يس رايت في العربي يعني بقى مقتطف اوعى تحلوا ما تشوفوا الجمله فاهمني؟ اوعى تنقل الاجابات بدون فهم كده انت بتضيع نفسك ما تنقلش اجابات بدون فهم جمله اي واحد يا اخوانا التحضير يبقى الجمله بدماغك حتى لو حتى غلط احنا واخدين من شويه اكستراكتس يعني مقتطفات بتساوي ديتيلز مثلا ولا سامري بتساوي سامري بتساوي اوت لاين مقتطف يعني او موجز اكستراكت ذا شيف بيقول لك الرئيس الطهاه يعني رئيس الطباخين سيد ذات وي نيدد تو يوز فريش هيربز تو جيت ذا جود ايطاليان اني تيست بقى الاخيره اللي هو الطعم الايطالي ماشي during the school picnic we gathered جمعنا the children around us جذر دي بتساوي ايه بقى؟ كوليك سهلة جذر بتساوي كوليك يعني ايه؟ وجنبي I hope I have made the right to join the Faculty of Literature ها؟ decision يعني decision قرار مين يترجمها لي؟ يا
يعني ايه هوب؟ ها؟ أأمل أنني اتخذت إيه؟ القرار الجيد أنني التحقت بيه فقالته في الدريتش. كلية إيه بقى؟ آداب، جنبها كده كلية آداب. سامي هاز ميز، بيقول لك سامي فاتو سو ماتش سكول ذات هيز جوينت تو فايند إت هارد تو كاتش. ميز سكول يعني غاب يوم واثنين وثلاثة وحصص، مش هيقدر إن هو إيه؟ يواكب زمايله او الدراسه. ناخد بقى كاتش اب، كاتش اب، كاتش اب ما تاخدش وقت الا لما اكمل، امال تكتفي كده. طب برمي الجمله وي شود ويلكم اني ادفايس، بنرحب باي نصيحه كده. اوبشنز ويز اوبن ارمز، هتلاقي خط اوبن ارمز بالعربي يعني اوبن ارمز ازرع مفتوح، ترجمتها بقى يعني صدر رحب، بصدر رحب بالصدع على فكره مش بالسين، بصدر رحب يعني اهلا وسهلا باي نصيحه هتفيدنا يعني، خلاص؟ بصدر رحب اوبن ارمز، خلاص؟ طب عكس كلمه ويلكم ريفيوز، اه ريفيوز وريجكت ديسلايك. The new coach's job includes looking the under 21 team. المدير الجديد برضه هيشرف على فريق 21 سنه. ها؟ افضل. لوك افضل. We have a lot of trouble at the factory because the old fashioned machines، الصفه من old fashioned قريبه من ايه؟ تمام انا هسالكم العرب يعني ايه old fashioned؟ بتساوي قطاع صبوره او ليدي او اوت اوف ديت. Many small companies will not exist، لن توجد in two years time. Exist عكسه. ها؟ سيز. اكزيست يوجد، امال سيز؟ يتوقف، يتوقف. اي سؤال بيقابلكم وبيقف قدامكم في الجداول اللي قبل كده. هي موجوده. سيز دي بتساوي ستوب. خلاص؟ طب انا لو كتبت التعبير العصفور ده نشوف هنجيبه ولا لا. سيز فاير. مين يترجمها لي؟ وقف اطلاق ايه؟ اللي بيسموه بالعربي كده هدنه. واخدينها السنه اللي فاتت دروس، في قصه اولى ثانوي الترم الثاني دروس هدنه. يبقى سيز ها فاير، سيز هنا زي كلمه ستوب. We celebrate 6 October as one of the most important events، يعني أحداث. الاسم ولا الصفة من celebrate؟ الصفة. الصفة celebratory number 3، احتفالي، احتفالي أو احتفالي. Mother worked very hard in order to out our house ready. Get. تخلي البيت جاهز. Get. دايما كده ماسك دماغك يعني بتصحى طول الليل بالطبق قدام الموبايل وبعدين تيجي الدرس، صح؟ شديد انام واضحه. حكم اللي هيسهر طول الليل كده وينام بالنهار 10 ساعات مش هتعوضه عن بالليل، خلي بالك يعني. هي احسن ضد طبيعه البشر. الليل ايه؟ للنوم والراحه. ممكن اقعد تذاكر شويه، ما بقولش طول الليل يعني، ولكن ما تفكرش انت هتسهر بالليل مثلا على الموبايل كده وبعدين بالنهار تلاقي ساعتين ثلاثه تكفي يعني، مش هترجع لطبيعتك. الكلام ده مش لامير، لكل اللي قدام دول يعني. خلاص؟ بقول لك هنا الصفه من سربرايز، يعني سربرايز؟ بالعمل سربرايز الناس فصلت خالص يعني مش هترد. بتساوي تحت، بتساوي استونيشت. The shop didn't achieve the profits، حتى خط البروفيتس بتبقى جنبها كده ارباح.
بيقول لك المحل ده ما حققش ارباح واكسبكتد. ده بالاسم الاكسبكتد ايه؟ اكسبكتيشن توقع. ذا فيموس باند، تقول باند يعني فرقه، الفرقه المشهوره. الرينج ذا سيلز اوف، يعني رتبت مجموعه من ايه؟ الميني كونتريز تو كوليكت ماني. ايفنتس يعني ايفنتس احداث. اخر كلمتين يعني ايه؟ وور فيكتيمز. انتوا يا جماعه العرب ضحايا الحروب، ضحايا الحروب وور فيكتيمز. هشام was rewarded منح كده او كوفئ because he is always the first to. اول واحد بيوصل، يوصل بقى جو غلط، جيت غلط، ريتش غلط. لو مش عاوز اقول تو ارايف زي اول الحصه كده، السفينه ود او ويتش واز كريم او كريم، هنا نقول ايه بقى؟ The first هو الرايب، صح؟ التالتة بقى الرايبين، فعل مضاف له ايه؟ واصل، يعتبر اسم فاعل. يو كان ادجاست، تحتها خط ادجاست وتفوقها يعدل. يمكنك تعديل ذا برايتنس اوف ذا سكرين، مين فاكر برايتنس؟ سطوع الشاشة أو الإضاءة. ماشي، ناخد إيه بقى؟ مني ولا لسه؟ الحصه اللي فاتت دي انا قلت لك مين اللي لازم معانا؟ خليك حاط وشك في الارض كده على طول، خليك حاط وشك في الارض وهنتكلم كلام 100 مره وانت حاط وشك في الارض. منيو تنفع قائمه طعام في مطعم، خلاص. او قائمه جهاز، الجهاز ده ممكن يكون موبايل او يكون ريسيفر. اي حاجه الكترونيه ناخد منيو. فناخد هنا برضه ايه؟ منيو. The fact the famous actor told the interviewer that he wouldn't answer questions about his life. يعني private life. In some parts of Africa, بعض أجزاء من أفريقيا people are still using letters. تحت خط letters. ترجمتها يا محمود حروف ولا خطابات؟ مش لها معنيين؟ طب إيه يا أحمد هنا؟ تبقى حروف ولا خطابات؟ هي لها معنيين. هنا بمعنى ايه؟ ها؟ خطابات او رسائل. يبقى ناخد ايه بقى؟ ايه اللي انت فاهمه؟ في بعض الدول ايه؟ الافريقية ما زالوا يستخدموا الخطابات التقليدية اللي محطوطة في ظرف وتتحط في البوسطة كطريقة للكوميونيكيشن، يعني ما عندهمش تكنولوجي، لسه شغالين اولد فاشن، موضة قديمة. خطاب في البوستة يتحط وقت اسبوعين ثلاثة بوصلك ممكن يروح في الطريق، كان زمان كده. ماشي. We had to a lot of sweets for my sister's birthday party. ها بريبير يعني ايه بريبير؟ جاهز. ها كومبير بريبير يصلح، بتسوي منه فيكس. We are going to after my brother's graduation. كل ايه؟ graduation يعني ايه؟ تخرج. هنعمل ايه بعد تخرج يا ابويا؟ سليبريت. انا سليبريت؟ يحتفل. I usually visit my village on different. بزور القريه في different. انا مبسوط قوي من اللي حاطط وشي في الارض ومستني اقول ايه؟ اشرح واقرا وافرع واقرا السؤال واشرح. لو كنت تعمل لي بس كده زي القمار. مش فاهم اي حاجه. ناخد ايه بقى؟ شطار. اوكيجنز بقى عندك يعني ايه؟ خد الحرف ضرر هنا. اون ليه؟ لانها يوم. الناس دي بقت ايه؟ يوم. ويوجوالي توجذر اند ديسكاس اور بروبلم. يعني ايه توجذر؟ يجي اسالك في كلمات الواحده الاولى او الثانيه وتردش عليا. انا هاخد بالقلم والبوكس وكل حاجه عشان دي مجموعه زي صبيان، يبقى الشغل هنا والعقاب مختلف شويه. خلاص؟ انا اللي كنت اتكسر. رقم كام؟ My parents always their wedding anniversary. تقبل ما يعني احتفال السنوي. ناخد ايه بقى؟ celebrate. Medals الميداليات كده are usually worn ترتدى يتم تسليمها on ceremonial.
اوكيجن مناسبات احتفاليه. اوكيجن يعني ايه؟ مناسبات. This restaurant cheap and delicious food. يعني سيرف بقى يفتح ولا يقدم؟ For me بالنسبه لي this his ideas are I find nothing new in them. ما بجدش حاجه فيهم نيو. يبقى افكاره ايه بقى؟ تراديشن يعني بقى تقليديه بتساوي كونفنشن. امال انوفيتي ابداعي كرييتي ابداعي خالص ما اختياري في اخر جمله. ذا موفي واز بورينج وذاوت ميني. سالت بقى يعني ايه موفي؟ الفيلم كان ممل ما فيش فيه اخد ايه بقى؟ انسلتس الاولى طبعا.